يعني مهما حصل في السوق زي موضوع المؤشر. يعني شوف الآن هذا ما هو ترند، هاي هذه قناة في أستر، شايف شمعة أستر الشهرية؟ تخيل لو هذا لو كان السهم ده يبغى يصير سلبي. على العموم نحن خلينا نقول إنه الشهر قرب يخلص، طيب لو فتحت شمعة إبريل هنا ونزل أستر، لاحظوا فين السلبية في أستر؟ بكسر 27. يعني لو كسر 27 أستر حيكون في انحراف عن المسار، أما ما داموا فوق 27 خلاص أنا أموري طيبة في أستر. وعلى نظرية 3-5-7 تحليل سهم دور